بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. في مناسبه زي المناسبه الجميله اللي احنا فيها والعشر ايام الجمال شهر ذو الحجه وموسم الحج، وربنا يا رب يكتبه لنا. فكان واجب ان البركه بتاعتنا بتاعت البيت كلها اللي رب 4 رجاله وخلاهم مهندسين، الحاجه ام خالد والدتنا. يا حاجة لو اللي عاجبك الشاي يا حاجة؟ اه حلو، استنى في ايه؟ مظبوط، انا رايح اعمله لك، قلت لي اعمله مظبوط يا ولد. ايه رأيك؟ حلو يا حاجة، مبسوطة؟ بصي على الكاميرا. ما قلت للمشاهدين بتوعي بقى اللي هم بيحبوني بيشكروا في تربيتي عشان انت ربيتيني يا حاجة. اه وانا ربيتك. اه طبعا انت ربيت الحاجة، طبعا حاجة و80 سنة وهي البركة بتاعتنا واحنا ما سبناهاش. انا واخواتي هي عايزه تروح تعيش في شقتها لوحدها لانها عززت النفس قوي، بس احنا حكمنا عليها بقى لنا 4 سنين. مش بنقعدها، انا دايما اقول هي احنا اللي بنقعد معاها في شقتي 15 يوم، اخويا بيقعد معاها في شقته 15 يوم، صح يا حاجه؟ ايوه. بيعاملوك ازاي هناك يا حاجه؟ حلو؟ ده بيحسسوا عليا. خالد اخويا الكبير اكتر حد حنان عليكي؟ يا حاجه مش انا، طب هو بيصحيكي يفطرك ويغديكي يا حاجه؟ اه حاجة خالد هو اللي بيصحيك ويفطرك؟ اه والله بيصحيني، يقول لي قوم اكلك، اقوم اقول له لا انا جعانه شبعانه. وبيغديكي؟ لما بيقعد ورايا لما يرجع لما وانا هنا حاطك في الاوضه اللي فيها تكييف ومطنشك ومش مهم تفطري ولا تاكلي ولا تاخدي الادويه. بتاع التكييف هنا ما قعدناش شبعان، وهو كنا بنقعد في الصاله. لا انا هنا لما بتبقي عندي في الشقه مش بشغلك التكييف بتاعك يا حاجه، حاطط لك تكييف في اوضتي. هو شغال. حلو، وبقول لك اصحي افطري يا حاجه عشان تاخدي الدواء بتاع الصبح. ايوه. وبقول لك اصحي يا حاجه اتغدي يا حاجه، لا وهو الاكل سخن تقول لي سيبه يبرد انا عايز انام، اقول لك لا هتقومي تتغدي. ايوه. يبقى ازاي خالد احن مني بقى؟ خالد ده اخويا الكبير. لا لا لا، لا هو يعني ايه؟ بص عنده ايه؟ عنده ايه؟ بص طاقه بيسيسك، عنده طاقه بيسيسها معايا. أيوه. يعني ايه؟ حتى لو انا زعلانه معاه بيقول لي اسكتي بقى يا ماما ولا ايه. طب لما اتغديتي مين غسل لك ايدك بشاور جل وحط لك برفان النهارده؟ البشمهندس. بشمهندس مين يا حاج؟ انا يا حاج. امتى؟ النهارده لما اتغديتي المحشي وكباب الحله مين غسل لك ايدك بشاور شيل على السرير؟ مين بقى غسل لك ايدك بشاور جل وقال لك خد البرفان بتاعي؟ انا استنى، انا احب واحد وافرق واحد ما ينفعش. ايوه. ليه؟ لان حرام عليا. أو يا واحنا كلنا بنحبك يا حاج، انت اللي فضلنا وحنان وراكم يعني معانا في الخط. لا هي من دون النساء. طيب تحبي حنان اكتر ولا انا يا حاج؟ يا حظك يا حنون. لا ها، لا انا بحب حنان من ساعه ما اتجوزت وقالوا لها نفذها من تحت لبنان. ايوه ايوه. قول يا حاجه احكي لنا احكي لنا. نفذوها. الحاجه عملت معايا شغل الايه الحماوات بتوع زمان، وحطت رجليها على الباب وانا عديت. طب انا نفسي يا حاجه ما فيش عروسه ثانيه يا حاجه تشوفها لي حته كده من سهرات. يا عم بلا قرف، هتجيب واحده برياله؟ لا يا امي يا حبيبتي ما نجيبها عيله مزه. ما فيش بعد كده. يخت الله يكبر بخاطرك. يعني الله يكبر بخاطرك. حاجة مزك، انا هجيبها عشان تخدمها عيلة بشعر اصفر وعيون خضر و 25 يا راجل. ده انا مأكلاك محشي ولحمة النهاردة يا راجل. رجعته؟ لا ده انا هلبس واجع اقعد في وسطيكوا. شايفة يا حاجة؟ شايفة يا حاجة؟ طب على بال ما حنان تلبس يا حاجة قولوا لهم كل سنة وهم طيبين. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، والشيف محمود عمال بيشكر فيكوا جدا، وتعالي لازم تعيدي على حبايبنا. ايوه. وكل سنه وانتم طيبين. وانت هتقضي معانا العيد تزيدينا بركه يا حاجه. الله يخليك الله يخليك. ومين هيجيب لك الذبايح يا حاجه؟ انت. عشان انت بتحب تاكلي ايه؟ اللحمه بسيدي طاس. مين جاب لك ممبار حلو؟ انت. انتوا بتحب اخويا الكبير اكتر مني يا حاجه؟ لا مش اكتر. قولي لي اوعى عشان نسمعنا.
انت محترمه طول عمرك يا حاجه. لا انا بحترم كل واحد بقى. ما انا كبرت ما يعني على خاطر كبرت المقام يا حاجه. انا على ندها. انت ربنا هيديك العمر ما تشيلي ولاد 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 ولادنا. ما انا بحبكم كلكم. حد يقدر طب خلي حد يكلمك كده. عارفه انا متجوز واحده تانية واجيب عيال تانية انت هتنبسطي. لا لا يا حاجه ما فيها ايه يا حاجه. يا عم انت ناقص يا حاجه. ما فيهاش حاجه. انا لسه بصحتي. يا عم انت عندك شوربه اهي. ايوه ما فيهاش ازاي. الخير خيرين يا حاجه. احسن تزعل وتلبس جوبا. اه طيب بس بيني وبينك بعد كده انا اجيلي انت اي حاجه. بس تعالى لا عندنا هناك في عند اخويا عند البن. طب هاتي بتديني غويشه اشبك بيها من بتوعك غويشه كبيره. طب ما انا العروسه الجديده واحده وانت واحده يا حاج. لا لا انت وديتي غويشك فين يا امي؟ والنبي مديهم شفتي بقى القمر ده بقى. هو مفيش بعد القمر ده بقى. تعالي انت يا بنت جنب ماما هنا. لا خليك قاعد. اسمع بقى خليك قاعد. هنشوفك كده. اقعدي طبعا عشان اظبط كده. ما هو تعالى اقعد في النص هنا اهو. ما انت خسيت وبقيت مز. شيل المكتب. ها استني. كنا بنقول يا حاجه ويا حنان جوه في الاوضه. يعني انا لما اجي لك عند خالد هتشوفي لي العروسه اللي قلت لك عليها. مفيش عرس. لا عرس. حاجه احنا كنا بنسجل دلوقتي يا حاجه وقلت لي بتعالي لي هناك عند خالد وانا اشوف لك العروسه. لا ما قلت لك. طيب طيب كان غويشك فين يا حاجه؟ كنت يوم غير شغل الشقه. كان منطور بقى. احنا بنخليكي تشتغلي في الشقه يا حاجه. بنخليكي تشيلي كوبايه تفضحينا يا حاجه. لا انا هي بتحب تسلي روحها. ف لقيت الواد اللي واقف في البنا بيبصلي. رحت العبها الى وقلت الحاج اثنى كل يمسكيها هم ما تخبيهم ما تدهمش الحاجه. طيب انا لو طلبت من اخويا واحده. وهي بقى بص يا حنان بصراحه تربنا اميره وتعمل اكل ولازم تيجي تاكل معانا. ايوه بنت حلال مصدي مرات اخويا الكبير يا جماعه. حد محترم وجميل قوي. اخويا الكبير حد خلوق قوي. قالت لمره لخالد مضى عايزه اعمل اكل الفلاني عشان خاطر تيتا. كده والله العظيم هي اميره. طيب دلوقتي العروسه الجديده هقدر اخد منك جوش اشبكها بيها واسيب لك انت واحده؟ خد ضفر الرجل. ربنا يخليك. يعني انت موافقه؟ لا بتقول لك ضفر. هو فيها عروسه هترضى تاخدك بضفر؟ ايه ده مش انت قلت لي يا حاجه ان حضرتك هتديني غوشه من معاك؟ انا قلت لك. ما كانت حنان في الاوضه. يا رب اتقي الله. اتقي الله. مشاهدينا الكرام ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم بخير وسعاده يا رب. احنا قلنا نطلع كده نقول لكم كل سنه وانتم طيبين واحنا قاعدين صحبه كده. ان شاء الله يا رب الخير في بيوتكم ودايما متجمعين صحبه. وردوا علينا بقى قولوا لنا مين جاب خروف للعيد ومين لسه ما جابش ومين وعيدوا على الحاجه. عايز اقول لكم ان يعني خالي هو يعني مهندس وشيخ مسجد. فبقول له ده الحاجه معايا وهتعيد والدور عليا انا. فجت في العيد فقال لي دي الحسنات اللي ربنا بيبعثها للانسان. صحيح يحمد ربنا عليها. ونعم بالله. بر الوالدين. بر الوالدين هي الحسنه والصدقه اللي ربنا بيبعتها لك وبيقول لك خد دي هديه مني ليك. طيب يا حاجه عشان ما نطولش عليهم مشكوريهم. كل سنه وانتم طيبين وانتم عمرتونا وربنا يكرمكم ويخليك. شكرا يا حاجه. وادي ايدك اهي. كل سنه وانت طيبه يا حاجه. السنه الجايه في الحرم باذن الله. ادعوا للحاجه ربنا يديها الصحه. بشكركم جدا. حبيت اوريكم حاجه كده اللهوي خالص مع ربنا. الخير في الفتره اللي تبقى قاعده معايا فيها ما بلحقش عليه. حاضر يا حاجه. سلام عليكم.